وزارة الداخلية المدن اللي حجمها بين 100,000 سكان و 150,000 سكان. وبالتالي الدولة خصها تتحمل واحد على الأقل واحد جزء بسيط من المسؤولية ديالها تجاه المدينة، على الأقل تطلع لا دوباسيون ديال الطبيعة للمستوى المدن، ياك ما تحسبوها على السكان. عدد السكان علاش 130,000 سكان. المداخل الذاتيه اللي كتحقق في البلديه اذا قارنتيها مع مجالس اخرى مع كل شيء جيده وكتتعلق سكان. احنا القرار ديال اتخاذ ميزانيه العاج هو قرار اداري ماشي سياسي ماشي مالي. احنا جلسنا خدمنا وقررنا عملوا ميزانيه العاج لان الميزانيه كما قال السيد الرئيس هي الحد الادنى. هي الميزانيه اللي فيها 90 مليون درهم ولا واحد المهم الرقم اللي فيها ديال 90 مليون درهم تقريبا 100 مليون درهم المصاريف هي الحد الادنى باش يمكن تسير مدينه بحجم 130,000 ديال السكان. ده القرار ماهيش قرار تقني، راه ما داروش المطابق، راه داروا المجلس البلدي ودرناه باش نعطيو اشاره قويه على الاقل هذه المدينه في لوطاسيون ديال الطبيعه اللي كتبقى للدوله خاصها تساوي. اذا القرار احنا ما تحملوا تبعيته، راه ماشي زعما بقينا كنعملوا الارقام وجبرنا اللي خسرنا خسرنا الا خلنا قلنا صافي بلا ما نعملوها. احنا النهار الاول اتخذنا القرار باننا نعملوا ميزانيه العجز وسنعمل على لا من المداخل الداخليه لا من المحوله لا من المداخل اللي خصها تحول الدوله من خلال الاوبرسيون الدوليه توصل للمدينه على الاقل الحد الادنى باش يمكن تعمل بعض الاشياء البسيطه. ما كنهضرش على الميزانيه الاستثماريه، كنهضر على الميزانيه ديال التسيير. يعني هذه هي الفكره المؤطره اللي بغيت تدخل في ميزانيه العجز، راه ماشي اعتباطيه، الفصول الميزانيه اللي حاولنا نرفعوها تقريبا هي ثلاثه اشياء. حاولنا نرفعوا من المخصصات قسم الاشهر، لان احنا كنعتبروا ان العمل اللي تم في 2016 هو عمل جيد، اورش المدينه بلا باس بها، كاين مجموعه النقاط تحسنت، كاين الاداره العموميه تحسنت، كاين الطلبه تحسنت، كاين الاشتغال والطلب للجمعيات على مجموعه ديال المواد السباقه ولا الجير ولا الى اخره. كنعتبروا بان الفصول المرتبطه بقسم الاشغال كان خصها ترتاح واحد الارتفاع ما 200,000 درهم صغار، 200,000 درهم صغار رقم بسيط. الا بغيتي تصبغ لي بروبو او لا بغيتي تتعاون مع الاوراق الجمعيات اللي في العريش كاين اوراق كثيره ما تعاوناش معاهم كاملين، ولكن تعاملنا مع عشرات الجمعيات. العشرات الجمعيات سدوا الدعم البلديه ديال الغاص ديال السباقه ديال الشجير ديال 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 حتى عدد كبير ديال الجمعيات. كيف ما قدرناش نديرو الرقابه للجميع، لان لو بغينا الرقابه للجميع مثلا نعيدو فصل السباقه خصنا نديرو 5 مليون درهم. الناس باغا تشتغل كتشوف تجارب مدن اخرى اللي عندها امكانيات اخرى وكتبغي تقبل التجارب وهي واحد الصفه محموده. اذا المخصصات ديال قسم الاشغال اغلبيتها ارتفعت بشكل بسيط من 80 ل 100 من 150 200، ولكن ارتفاع عرفته الفصول المخصصه لقسم الاشغال. بالنسبه للتشويه نعتبر بان التشويه في المدينه ماشي عقار مقدونه، ان اذا بغيتي عندنا الطلب في الاعلانيه الاوطان وعلى ليستون غيكونوا مساقط الصباغه في العريش وما عندناش شي فرصه ميزانيه باش نديرها. كنظن بان الحياه الدولتنا راه مهمه على الزر، ان التشويه قدام المدارس وقدام الاحياء وبعد المدن بعد المفترق ديال الطرق مش كرد على سي سعيد، انا ماشي غير جات اعتباطات، ولكن كنظن بالاشياء ما كرهناش حنا نديرو ديك المفترق الطرق كلهم نخرجوا منهم ديك الحوادث السابقه لانهم كثارين، ولان الفصل الميزانيه اللي بها فيها سبعه ما فيهاش فصله باش تعمل واحد الشوط من غير ديك اللغه البشعين اللي كانوا يتعملوا لحد الان، لانهم كيمشيو يتعملوا واحد الطريقه كيتعملوا واحد الطريقه جد بشعه كيعطيو الدور معاكس. كاين القطاع الثاني اللي عرف ارتفاع هو المرتبط بالقطاع الثقافي، كاين جوج ديال المراكز اللي حنا سعداء بهم على اي دفع ماشي واحد سعيد هذا المشكل هو المركز الكازي والمركز ديال الحي الوحده. الحي الوحده مبدئيا فيه لاكريش في قرار وفيه اتفاقيه المجلس واحد الجمعيه تصوح حميد واحد الجمعيه تعمل الدعم للبري سكولير 10 مليون هي مساهمه بسيطه اذا توفقنا صرفوها، لان بعض المرات حتى المعاملات الاداريه كتعقد كيفاش تصرف مع الجمعيه. وكاينه جزء من هذا المركز اللي هو تقريبا كنظن الاخوان كانوا متفقوا عليه الصوت تعطيهم واحد الميزانيه ولو بسيطه واحد 100,000 درهم سير هذا المركز 100,000 درهم سير مركز اخر كنظن ماشي هي مخصصات كبيره. القطاع الرياضي الثقافي كذلك داعم الفصل الخاص بالمهرجانات
من الممكن أنا فعلا قرأنا تبقى بسيس الأمي تبقى ورائع شكل ميلا المحتسب قد قال الأمريكي بعد تشريس واحد لآبد ديال المهرجة الأزمات اللي هي مزيانة السبت العام اللي فات عشرة البرامج شنو نقول إما الناس عطيوه في تعريف ديال المهرجة المدينة أو قلنا خويا أنا مهرجة ماشي شعبي كاين ثلاثة ديال جوج المهرجانات ومحطة رياضية مهمة سهلة نجمع لك النجمة وتجي بأريحية من يستاهل وشكون غيستاهل شي على الأقل هذوك المهرجانات اللي بقاو واحد السنوات وراكمو يستافدوا واحد المبلغ محترم القطاع الرياضي إلا لاحظتوه شوية في الدعم ديال الأندية ارتفع والدعم ديال الأندية ديال الجمعية ارتفع لأن الفرق الأولى تلعب في البطولة في واحد خمسة ولا ستة فرق بين الفرقة الأولى اللي هي الشباب العايش والفرق اللي تلعب في فرنسا بأن والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصصة ديالها من قبلها ب 50 مليون من 200 مليون أو 500 ألف درهم 200 ألف درهم على اعتبار الأول التي توصل في الحساب الخصوصي هي أول قارة كتعطي المجلس واللجنة المختصة الوقت فيها تفكر ما كتصطاد في الفارغ وكتصطاد من خلال زائد المخصصات ديال 6 مليون درهم اللي كتعطي لها اللجنة الإقليمية تعمل واحد المبلغ محترم تعمل به برنامج لأن العام اللي فات تقريبا الشهر دابا واحد 5 مليون درهم كاين 6 مليون درهم 2006 كاين 6 مليون درهم 2017 إذا هذه المخصصات ديال المبادرة الوطنية غنقدروا نزلوا من خلالها برامج اللي تكون كونسيستون كاين مثلا عندنا شوية ديال التعقيد اشتغلنا على البلدية اشتغلنا بالمرتقب نشتغلوا دابا على الهشاشة داخل الأحياء لأن كنا في واحد الوقت لقنا الدينامية ديال تمريض الأحياء وقفناها بعد السنوات إذا هذه المخصصات تهبط اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية مع المجلس وتسقط عليها القرارات كل واحد جوج ولا ثلاثة الأحياء هاد جوج مليون درهم زائد 6 مليون درهم اللجنة الإقليمية يمكن دير واحد جوج ولا ثلاثة الأحياء تقدر تعملو لو بغيتي تقول الحد الأدنى يعني البافي ولا هذه هي الفكرة اللي أطلت لو بغيتي تقول الإنزال ديال الميزانية القرار العاشر ماشي قرار إداري راه قرار سياسي إذا كانت المدن بالمستوى العايش تصاوب تقريبا 50 مليون درهم ما يمكنش العايش اللي 15 عام يعني 30 ألف درهم راه ماشي مسألة أغلبية أو مؤامرة مسألة مدينة كيفاش تتعامل معها السلطات الوصاية هادو اللي هما كيهضروا لا سيدي حنا 5 مليون درهم هاد 10 ولا 12 مليون درهم اللي ناقصة في الحد الأدنى ديال لوطاسيون خاصها تبنعز أنا ما يمكنليش ندير قلب 100 درهم صفا الدولة كيما كتعطي الآخر خاصها تعمل هاد المدينة حقها راه كنشوفوا كيفاش مجهود استثماري الدولة مجموعة المناطق مهم هذا شيء محبوب محمود ولكن حتى من حقنا حنا نديروا لنا غير سياسي ملي كنهضروا على ميزانية العجز أنا سيدي ما قدرتش نسير هاد المدينة ولا لوطاسيون ديالي نعمل مجهود أنا خصني نعمل خصني نعمل نزيد المداخل ديالي خصني ندخلها ولكن هذاك ما قال حد الأدنى اللي كيديروا بقية الجماعات يكون ما تقدر لا أحد في المجلس سيختلف على هذا الموقف إذا راه مسؤولية ماشي إدارية راه مسؤولية سياسية ديال المجلس البلدي رئيس المجلس البلدي مكتب المجلس وبالتالي المجلس واش غيصوت أو ما يصوتش بالنسبة لعين واحد الملاحظة مساها قال السي سعيد ومساها السي رابع كاين بعد قسم متلفات العمل غير مسبوق وخا لي حاقق صفر ديال المداخل شنو خرج من العشوائية ديال 30 عام دخل واحد المسطرة خاطئة 90% فيها 10% صغيرة واحد المسطرة فيها الحد ديال الأدنى ديال الشبابية وفيها القانون عانوا راهو مسموح لكم كي المالي باش يتهجم عليهم ولكن تلقوا واحد المسطرة توفقوا في 10% ديالها جيد توفقوا في 5% ولكن ولات واحد المسطرة تحكم الملك العمومي في المدينة ولات واحد المسطرة فيها الحد الأدنى الشبابية تحكم لي باركي الرقم لانه هذا الشيء اللي عرفنا فيه الاوسي سعيد انه حاجتين شهر سعود وديري المعدل الثلاثي وبالتالي كتعمل على بين كتقسم على 32 ديال قاعدين مرة في الليلة اللي دابا وقع 4000 درهم عام اللي فات 6000 درهم لانهم حابسين المدة حابسين المدة حتى شهر 8 مع تكون المداخل مازال ما دخلش على اي اعتقد انا المسطرة اللي مشاو فيها في الدين العمومي على الاقل خرج 21 عام كان دار واحد المحاولة في المجلس السابق كان واحد السيد اللي باقي ما عطاش نتيجة ثم دخلنا في مسلسل العشوائية كنقول هذا السنة تتشكل في الممتلكات لأنهم عملوا هذا المجهود عملوا هذا المجهود كنتمنى السلطات الوصاية ما
بس ماشي تعمل دي بحلال دي بحرام دي بحلال دي بحرام هذا هو قدوس هذا كيما حلال كيما حرام كيما تاعك وكيما تاعك تحكم به الاشياء يا تحكم به على جميع قرارات المجلس يا ما تحكمش به على جميع قرارات المجلس الله يعلمنا فيها مجهود العام الجاي ان شاء الله عندنا مشروع جيد لاحداث شاطئ جديد في العريش مجهود تاخر في الوقت حتى نعرف نستفيد على الاعتذار ولكن على الاقل دابا الموسم الصيفي غيبدا في واحد الشروط الحد لان ثم التجربه تنتقل مثلا بيومي ولا تنتقل بروزا او في بعض الاجناد وشكرا للسيد الرئيس على الشيء الذي سيتحدث عنه شكرا لك سيدنا اللي حاول الى واحد لواحد واحد نعم، نعطيو الوقت كامل، نعطيو الوقت كامل، هذا شيء ما هو، 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 هذ